الصف الأول جنبه المنبر. الأول ولا الأول؟ الصف الأول. أي نعم، مش الأول. المنبر المنبر في الجهة اليمين. ماشي. ففي الناس بتقف في أول صف على اليسار يعني جنب الإمام، فالصف ده ما فيش حد بيقف في اليمين خالص، ده أول صف. ففي حديث إن الرسول نهى عن تقريبا سيدنا علي بن أبي طالب لما كان جاي يصلي على يساره وأحكم لا يصلي إلى جانبه الأيمن، يعني ابن عباس. صلاتهم صحيحة؟ ابن عباس خالفوا السنة وصلاتهم صحيحة. بالنسبة للسؤال الثالث يا شيخ،